صباح الخير عليكم. النهاردة هنتكلم عن موضوع مختلف شوية، هنتكلم عن التنمر. كتير جدا بيقابلنا تنمر، سواء في المدرسة، في الشغل، مع أصحابنا، في العيلة. لازم يكون كده في كام شخص لطيف كده بيحب يتريق على اللي حواليه. ده طبيعته اسمه تنمر. طب احنا ازاي نتعامل مع التنمر، وازاي ان احنا نتجنبه او نتعامل معاه؟ ازاي نقنع الشخص اللي قدامنا ده ان هو يبطل تنمر اصلا؟ طب يعني ايه تنمر؟ التنمر هو سلوك عدواني غير مرغوب فيه، بيتكرر بشكل متكرر دايما او باستمرار. مثلا الشخص ده عارف ان انت بتتضايق من الحاجة دي، فبيبدأ يرخم عليك بيها بشكل مستمر، سواء بقى في المدرسة، في الشغل، في اي مكان بيبدأ يرخم عليك بالطريقة دي. اسباب التنمر ايه؟ من ضمن اسباب التنمر هي الغيرة، ان يكون حد شايف التاني احسن منه فبيبدا يتريق عليه عشان خاطر يحبطه، يخليه ما يبقاش واثق في نفسه، فبيرجع للغيره. تاني حاجه الاضطرابات الشخصيه، يعني مثلا يكون الشخص ده مش سوي، عنده مشاكل نفسيه، فبيبدا ان هو يحاول ان هو يثبت وجوده في الكون، فبيبدا ان هو يتريق على غيره. ما عندوش ثقه بنفسه، فبيبدا يحاول ان هو يبين ثقته بنفسه دي قدام الناس بان هو يتريق عليهم. بيكون مثلا شخص محبط، يكون حد مثلا قبل كده مارس معاه التنمر وقعد يتريق عليه، فهو بيبدأ يعمل زيه. دي اسباب من ضمن اسباب التنمر، مع ان في اسباب كثيرة جدا للتنمر. انواع التنمر، اول نوع من انواع التنمر هو التنمر الجسدي او البدني. التنمر الجسدي او البدني ده بيكون عن طريق الضرب، او ان حد يتخانق مع حد، ده عشان خاطر يبين الشخص ان هو قوي، فبيبدأ يمارس قوته دي او التنمر بتاعه عن طريق اذى غيره. كمان اللي من ضمن الاسباب اللي بتخلي الشخص ان هو يتنمر على الاشخاص التانية بطريقة الضرب هي الاهل. يعني ما ينفعش يكون الاطفال مثلا في البيت اللي هم صغيرين متعودين ان هم يضربوا قدام حد، هو مش فكرة قدام حد او غير حد، هو ما ينفعش اساسا الطفل ان هو يضرب، لان اسلوب الضرب ده للحيوانات مش للبني ادمين. يمكن كمان الحيوانات بتصعب علينا، مش بنمد ايدينا عليهم. فلما يكون الطفل متعود ان هو يضرب في البيت، بيبدا يمارس الهوايه دي على اصحابه، فبيبدا يتنمر على الناس بطريقه الضرب. تاني نوع من انواع التنمر هو التنمر اللفظي. ده تقريبا اكتر نوع منتشر واكتر نوع الناس بتمارسه. ده بيكون عن طريق الكلام، يعني مثلا عن طريق الشتيمه، السخريه، مثلا حد يطلع اسم على حد ويبدا يتريق عليه بيه، ده تقريبا مشهور جدا الموضوع ده. مثلا يبدا يالف على الشخص ده قصص ويبدا يحكيها بقى ويمارس هوايه التاليف عنده. التنمر اللفظي بيكون اكتريه، هو التنمر البدني بيكون اكتريه على الاطفال اللي هم ذوي الاحتياجات الخاصه. الاطفال دول ما ينفعش ان حد يتنمر عليهم، لان هم زيهم زيك، فانت ما اخترتش تكون كده وهو ما اختارش يكون كده. فيا ريت ما نتريقش على حد يكون الحاجه دي مش بايده، هو مش بايده يختار شكله ولا تصرفاته ولا طبيعته ولا لونه ولا اسره، ما بيختارش ده نهائي. يعني لو انت حضرتك طولك مناسب، هو ما اختارش ان هو يكون طويل جامد او قصير خالص، هو ما اختارش ده. لو حضرتك بشرتك بيضه، هو ما اختارش ان هو يكون اسمراني او العكس. فيا ريت ما حدش يتريق على شخص او يتريق على حاجه مش بيد حد. يعني انت لو بيدك تغير شكلك، هو اكيد بيده يغير شكله، ودي حاجه مش بايدينا ومش بيد حد فينا. فياريت ما حدش يبدا يتنمر على حد بحاجه مش بايده. تالت نوع من انواع التنمر هو التنمر النفسي. ده بيكون مثلا لو حد طبعه ان هو يكون هادي، فبنبدا بقى نتنمر عليه، شوف ده هادي، ده ما بيعملش شقاوه، ده بيعملش دوشه. مثلا لو حد عصبي، ما نقعدش كل شويه نقول له انت عصبي انت عصبي، ما هو بيبقى عارف ده، بس دي طبيعه فيه. مثلا لو حد مش اجتماعي، فما نقعدش نتريق عليه ونستغل ان هو بيبقى قاعد لوحده على جنب ونبدا نتريق عليه. برضو لو حد اجتماعي، ما ينفعش ان احنا نتريق عليه ونقول له انت مصاحب الناس كلها، الناس كلها عارفاك، مش عارفه ايه، في كلام كده ما ينفعش يتقال. كلام حتى لو احنا ابتسمنا وضحكنا وقلنا صح عندك حق، من جوانا احنا بنكون متضايقين، فما ينفعش نتريق على حد، مش هتستفاد حاجه ومش هيغير حاجه. رابع تنمر وهو التنمر الالكتروني.
ده بيكون عن طريق السوشيال ميديا، مسجات سخيفة، رسائل تهديد، كومنتات أرخم من صاحبها، حاجات كتير كده بتحصل على السوشيال ميديا. بيبقى الواحد هين ان هو يعني يدخل يهزق الشخص ده على الكلام اللي بيتقال. يعني مثلا حد منزل صورته، مش هتخسر حاجة لما تعمل له لاف وخلاص، يا عم اعمل لايك واسكت، مش لازم تدخل وتقعد تتريق على شكله. هو حر يصور بالطريقة اللي هو عاوزها وبالشكل اللي هو عايزه. فاحنا مش ربنا عشان نحكم على الشخص ده ونقوله يتصور ازاي او يعمل ايه او ما يعملش ايه. ده البروفايل بتاعه، هو حر ينزل اللي هو عايزه، وانت برضو حر، بس ما تتريقش عليه. عايز تتريق على حد، اتريق في البروفايل بتاعك يا عم، ما تتريقش على حد على البروفايل بتاعه. يعني مثلا ما ينفعش ادخل على بروفايل حد من صحابي وعارف مثلا ان الاسم ده بيضايقه، او ممكن تكتبه له في الكومنتات. مش هتستفاد حاجة، ان هو دلوقتي الحمد لله مواقع عندنا خاصية ان احنا نمسح الكومنتات اللي بتنزل او اللي بتتكتب على الصفحات بتاعتنا. فمش هتستفاد حاجة غير ان انت هتقل من نظر الناس اللي بتشوف الكومنت، ومن نظر صاحبك او صاحبتك او ايا كانت الشخص اللي انت هتكتب له. فانت بتقل نظرك طول ما انت بتتنمر. اتريقت على حد، هددت حد، الكومنت بتاعك كان سخيف، فده انت مش هيتقال عليك غير ان انت مش بني ادم. فبلاش تقله من نظرنا عشان خاطر تبان ان انت روش او لذيذ، والكلام ده دي مش لطافة ولا لذاذة، بالعكس دي سخافة. اثر التنمر علينا، التنمر بيأثر فينا ازاي؟ التنمر ممكن يوصلنا للانتحار، وده تقريبا احنا شفنا عينات كتير الفترة اللي فاتت بسبب التنمر، الناس انتحرت، سواء بنات او ولاد، صغيرين او كبار. يعني معنى كده التنمر بيأذي اي شخص. التنمر بيوصل الشخص ان هو يدخل في حالة اكتئاب، بيبقى كاره نفسه وكاره شكله، بيبقى كاره مستواه الاجتماعي لو انت بتتنمر على المستوى الاجتماعي، بيبقى كاره مستواه الدراسي والدراسة لو انت بتتريق على مستواه في المدرسة، بيبقى كاره نفسه في الشغل، مش بيبقى حابب ان هو ينزل الشغل لو بتتريق عليه في الشغل. ايا كان شكل التنمر، فهو بيوصل للاكتئاب، بيوصل لان الشخص بدل ما يكون هادي وطبعه هادي ورزين كده في نفسه، لا ده بيتحول لشخص عصبي. ممكن من اقل كلمه، ده انت ممكن لو قلت له صباح الخير هيزعقلك. فالاشخاص بتكون عدوانيه بسبب التنمر، بيتقللوا ثقتهم بنفسهم، مبقوش عندهم الرغبه ان هم ينزلوا من البيت. انزل ليه من البيت؟ حد هيتريق على شكلي، هيشوفوني هيقولوا بص ده شكله عامل ازاي، ده طويل، ده قصير، دي بص دي تخينه جامد ازاي، دي رفيعه. فاحنا ليه نوصل الناس ان هم يبقوا كارهين شكلهم وجسمهم، يبقوا كارهين ان هم موجودين اصلا؟ ليه نوصلهم ان هم يفكروا ان هم ينتحروا وينهوا حياتهم لمجرد كلمتين اسخف منهم مفيش؟ يعني ليه نوصل للدرجه دي؟ ازاي نعالج التنمر؟ اول حاجه الدعم النفسي، لازم الشخص يحس ان هو قشر كتكوت. حسسوهم يا جماعه ان هم قشر كتكوت، ايه يعني؟ مش هيفرق حاجه. لازم الدعم يكون من الاهل، من الصحاب، اقرب الناس ليك لازم يدعموك. دعموا يا جماعه اكتر الناس ليكم، ما ملكمش غيرهم، لازم تدعموهم. لقيتوا حد بيتريق على شخص، لا قولوا له شكلك حلو، مستواك الاجتماعي ده في غيرك مش لاقيه اصلا، مستواك الدراسي ده في ناس اقل منك بس احنا برضو عايزين الاحسن. شجعوا غيركم، كلمه واحده هتفرق، مش هتخسروا حاجه. تشجيعك لغيرك مش هيقل منك، بالعكس ده هيزيدك، سواء هتزيد في نظره، هتزيد في نظر المجتمع. بعيدا عن المجتمع، هتزيد في نظر نفسك، هتبقى فخور بنفسك ان انت بتشجع اللي حواليك. تاني حاجة القواعد، لازم يكون في قواعد للشخص اللي هو بيتنمر. يعني اللي هيغلط بيتعاقب، ليه اللي بيتنمر ما بيتعاقبش؟ هو التنمر ده حاجة حلوة يعني؟ فلازم نحط قواعد للتنمر. هتتريق على زميلك في المدرسة او في الحضانة، لا ليك عقاب، ما يكونش بالضرب لان الضرب ما بيجيبش نتيجة الحمد لله، وده بيأثر على الطفل سلبيا، فبلاش الضرب. يكون عقاب مثلا ان انت تحرمه من حاجة هو بيحبها، يعني الحاجات دي. المتنمر لازم نشوف ايه اللي وصله ان هو يتريق على زمايله، ممكن تكون مشاكل نفسية. المفروض ان احنا نحدد الاسباب ونشوف ايه هو اللي بيضايقه، ايه اللي بيخليه يتريق على اصحابه، ونبدأ نعالج ده. بلاش العنف، ركزوا جدا في ان كما تدين تدان، هتتريق على زميلك بكره هيتريق عليك عادي جدا. فمش كلنا كاملين، ومش كلنا ما فيناش عيوب، كل واحد فينا فيه عيوب. خليك رافض لاي سلوك بيضايقك، اعمل حدود لشخصيتك،
ما تخليش حد يتعدى الحدود دي. كمان اللي بيتنمر عليك ده يعني قابل الموضوع ببرود اعصاب، يعني مثلا ما حدش يجي يتريق عليك وتروح تعيط وتتنرفز ومش عارفه ايه، مفيش الكلام ده، مش هروح لسه هقول لماما. خليك بارد ريلاكس عادي جدا، تقبل الموضوع بساعه رحب. المتنمر هيكسف على دمه ومش هيتنمر عليك تاني. يا جماعه مش هتستفادوا حاجه لما تتريقوا على حد، هيوصل للاكتئاب، هيوصل للانتحار، انت اللي هتشيل ذنبه في الاخر. كما تدين تدان.